اليوم إن شاء الله رايحين نتابع في وحدة النتورك ديزاين أند بلانينج، وفي المحاضرة السابقة كنا يعني وصلنا لعند اللي هي اللايف سايكل اوف ذا ديزاين which is the general life cycle in design. وقلنا في عندنا اللايف سايكل اوف ديزاين في عندنا ست خطوات رئيسيه. الخطوه الاولى اللي هي الانالايزنج او هاو تو انالايز ذا ريكويرمنتس، والخطوه الثانيه اللي هي الديزاين، والمرحله الثالثه اللي هي السيميليشن او البروتوتايبنج، بعدين الخطوه الرابعه اللي هي الامبلمنتيشن، والمرحلة الخامسة اللي هي المونيتورينج، والمرحلة الأخيرة اللي هي إدارة الشبكة. إذا النتورك ديزاين اند امبلمنتيشن سايكل في عندنا اللي هو الست خطوات الرئيسية اللي هي الانلايز ريكويرمنتس، ديفلوب اللي هو اللوجيك ديزاين، وديفلوب الفيزيكال ديزاين، وتست اوبتمايز اند ديكيومنس ديزاين، امبلمنت اند تست ذا نتورك، اند مونيتور اند اوبتمايز نتورك بيرفورمانس. الانالايز ريكويرمنتس زي ما حكينا لكم في المحاضره السابقه انه عاده بتكون الشبكه مصممه لفئه معينه من الكاستمرز، والتصميم هذا بيحتاج الى اللي هو يكون في عندنا ابلكيشنز. اذا الانالايز ريكويرمنتس انه الاحتياجات الرئيسيه النيدز اللي بيحتاجها الكاستمرز اللي هم بدهم يستخدموا هاي الشبكه، لازم احنا نجمعها ونسوي عليها دراسه، وهاي الدراسه من خلالها بنطلع بالصوره العامه للابلكيشن والتصميم للشبكه اللي احنا رايحين نحطها من خلال هاي الريكويرمنتس. إذا عملية المراجعة هون في المرحلة هاي اللي هي المرحلة الأولى اللي هي الأنالايز ريكويرمنتس اللي هي تصير من خلال اللي هي مقابلات مع اليوزرز أند اللي هي التكنيكال بيرسون، أندرستاند بزنس أند تكنيكال جول فور أ نيو أور إنهانسد سيستم. إذا ممكن إنه يكون في عندنا إحنا عملية التصميم لشبكة جديدة، أو ممكن يكون عندنا عملية اللي هي التحليل في الريكويرمنتس بالمرحلة هاي اللي هي لتحديث تصميم أو تعزيز ودعم تصميم موجود أصلا. إذا هذول المرحلة الثنتين سواء بدك تسوي تصميم جديد أو سواء بدك تدعم وتحسن على سيستم موجود، لازم نمر بمرحلة اللي هو الآن في عملية التصميم قلت لكم المرة اللي فاتت إنه يكون في عندنا تصاميم اثنين موجودات في الشبكة اللي احنا بنشتغل عليها. في عندنا اللي هو اللوجيكال والفيزيكال توبولوجي طبعا. وخلنا نظرة وسولفنا عنهن اللي هو في الوحدة الأولى وأسهبنا في الحديث عنهن.
اللي هي اللوجيكال والفيزيكال توبولوجي، وايضا اللي هو بيكون في عندنا تفصيل للنتورك بيرفورمانس اللي احنا سوينا له الدراسه تبعتنا، وشو المستوى البيرفورمانس اللي احنا بنطلع عليه من خلال تصميم الشبكه تبعتنا، الاداء الشبكه، وكيف بدنا نحافظ على بيرفورمانس عالي لهي الشبكه، وكيف بدنا نستمر في انه الشبكه تبعتنا بتقدم اداء عالي ومستمر، شو المتطلبات، وبنسوي لها عمليه التحليل من ضمن التحليلات اللي احنا بنضيفها في مرحله التحليل. اذا مرحله التحليل بتحتوي على النيز اللي هو اليوزرز، بتحتوي على اللي هو التصميم الفيزيكال ديزاين واللوجيكال ديزاين، وايضا تحتوي على اللي هو البيرفورمانس للشبكه تبعتنا، كيف بدنا نحافظ على هذا البيرفورمانس. وايضا اللي هو بكون في عندنا analyze the current and the future network traffic including traffic flow and load protocol behavior and quality of service requirements. اذا بالاضافه للنيدز تبعت اليوزرز، انه احنا نسوي لها عمليه مراجعه، نسوي لها عمليه تحليل، نسوي لها عمليه تجميع، ايضا بيكون في عندنا اللي هو عمليه دراسه مستفيضه ووضع اللي هو اللوجيكال ديزاين والفيزيكال ديزاين، وايضا بيكون في عندنا الخطوه الثالثه اللي هي البيرفورمانس للشبكه تبعتنا، ايضا لازم يكون في عندنا اللي هو الترافيك اللي ممكن نتوقع انه ينتقل من خلال الشبكه تبعتنا اللي احنا صممناها، يعني حجم الداتا اللي رايحه تنتقل من خلال الشبكه تبعتنا. طبعا الحجم هو بياثر على البيرفورمانس، كميه الداتا اللي بدها تنتقل، اوقات اللي هو الذروه اللي ممكن تتعرض لها الشبكه تبعتنا لما يكون most of the users موجودين على الشبكة وقاعدين بيرسلوا ويستقبلوا داتا، فبكون الترافيك عندنا بهاي الحالة حجم الترافيك عالي جدا. حتى لو كان في هاي المرحلة اللي ساعات الذروة، طبعا كل شبكة من الشبكات لها ساعات ذروة تختلف حسب نوع الشبكة وحسب اليوزرز اللي بيستخدموها، لازم الشبكة تكون محافظة على بيرفورمانس عالي وأداء عالي. كل هذا لازم يكون مخطط له في المرحلة الأولى، وهي مرحلة تحليل، مرحلة التحليل للمتطلبات. المرحلة الثانية اللي سولفنا عنها اللي هي to develop the logical design. هلا احنا في المرحلة الأولى كان في عندنا اللي هو يكون في عندنا دراسة مستفيضة للفيزيكال زائد اللوجيكال ديزاين، وبكون هذول موضعات أصلا على اللوحة مفصلة تخطيطية بتبين لنا اللي هو اللوجيكال ديزاين. واللوجيكال ديزاين طبعا بتعمل مع اللي هو اللوجيكال توبولوجي فور ذا نيو اور ذا انهانس نتورك، يعني سواء احنا بنشتغل على شبكة جديدة أو بدنا نحسن أو ندعم الشبكة اللي موجودة عندنا حاليا. Network Layer Addressing and Naming، طبعا كلكم أنتم مختصين بالشبكات صرتوا بتعرفوا شو يعني Network Layer Addressing and Naming. Switching and the Routing Protocol برضو بدها تكون واضحة بشكل تفصيلي على اللي هو Logical Design. ايضا من الاشياء الرئيسيه اللي ممكن احنا نضمنها لللوجيكال ديزاين بلاننج اللي هي السكيورتي بلاننج، نتورك مانجمنت ديزاين، انيشال انفستيجيشن انتو ويتش سيرفيس بروفايدرز كان ميت اللي هي الوان اند الريموت اكسس ريكويرمنتس. طبعا هاي ضروريه جدا سواء احنا بدنا نتوسع من اللان للوان او بدنا يكون في عندنا اللي هو الريموت اكسس، انه احنا ندخل على الشبكه تبعتنا عن بعد او نسوي لها عمليه كنترول للشبكه تبعتنا عن بعد، لازم احنا ندرس الريكويرمنتس ونثبتها في اللي هو مرحله
اللوجيكال ديزاين او اللوجيكال ديزاين بلاننج او اللوجيكال توبولوجي بلاننج. الثالث اللي هي ديفلوب ذا فيزيكال ديزاين اللي هي ساينتفك تكنولوجي اند برودكتس رايز ذا لوجيكال ديزاين ار سيليكتد. والانفستيجيشن into services provides must be completed during this phase. يعني this phase اللي هي المرحلة هذه لازم يكون في عندنا إكمال رؤية مكتملة اللي هو services اللي بتديد منها هاي الشبكة. وبتكون أيضا موثقة على اللي هو الفيزيكال ديزاين من خلال التعاون مع اللي هو الديجيتال ديزاين اللي إحنا المرحلة اللي قبلها. المرحلة اللي بعديها اللي هي to test, optimize and document the design. الآن بعد ما إحنا سوينا عملية التحليل ووضعنا اللي هي الفيزيكال توبولوجي واللوجيكال توبولوجي, حددنا السيرفيسز, الآن بصير في عندنا عملية اللي هي التست اللي هي فحص, بعدين عملية اللي هي الأوبتمايز and document the design اللي هي write and implement a test plan. والتست بلان هي عبارة عن خطة بسيطة من خلالها تحط إنه كيف أنت بدك تسوي عملية اختبار لقدرات الشبكة تبعتك مشان تتحقق من انه الشبكه بتلبي احتياجات اليوزرز اللي بدهم يستخدموها ضمن الشروط والمعايير اللي احنا حطيناها في بدايه التصميم. الان هون بتيجي مرحله ممكن انه نسوي عمليه اللي هي بايلوت ستدي, او بصير عندنا اللي هو عمليه وضع البروتوتايب ستدي, then we optimize the network design, and آخر إشي بيجي عندنا بعد ما نسوي الخطوات هذول الثلاثة الرئيسية تصير في عندنا عملية توثيق للي إحنا اشتغلناه, توثيق للشبكة بشكل عام, توثيق لنتائج الفحص والاختبار والتصميم والتحليل. الآن overall guidelines بالنسبة للخطة تبعتنا بالنسبة لعملية اللي هي design and planning, اللي هو لازم احنا نبلش with clearly defined problem اللي هي identify affect parties and responsibilities, help brainstorming session to define problem and requirements of a solution. طبعا هاي بتكون من خلال وجود فريق اللي هم فريق المصممين, يعني ما بكونش عندنا احنا شخص واحد هو اللي بيقوم بتصميم و التطبيق وفحص الشبكه, لا هو بيكون في عندنا فريق. لان بالبدايه لازم يكون في عندنا لقاء مفتوح مع الفريق هذا من قبل اللي هو المصمم الهيد, المصمم الرئيسي, وبصير في عندنا زي اللي هي brainstorming من خلال وضع الخطوط الرئيسية انه احنا لويش بدنا ننشئ هاي الشبكة, شو الـ requirements, شو المشاكل اللي احنا ممكن نواجهها, وشو اللي هو الحلول المقترحة. طبعا لما يصير في عندنا عرض واضح ومبسط من قبل اللي هو الهيد ديزاينر اللي هو الهيد التيم, يكون في عندنا الآن تيم متفاعل بحيث أنه كل واحد يدلي بدلوه من حيث أنه يعطي رأيه باللي هو المشاكل اللي ممكن تحدث وشو الحلول المقترحة لهاي المشاكل فيما إذا حدثت في أي مرحلة من مرحلة اللي هي التخطيط والتصميم للشبكة تبعتنا. Understand اللي هي strategic business objectives defined by اللي هي senior management اللي هو الهيد ديزاينرز اللي بيكون موجود عندنا بفريق التصميم. collect اللي هي baseline data from customers group about the current status of the system and network. هاي في مرحلة انه يكون في عندنا شبكة موجودة او system موجود وبدنا نسوي له احنا عملية التحسين
أو الدعم، لازم يكون في عندنا أيضا بالمرحلة الأولى إذا نقول اللي هو اللقاء مع المصممين، وعملية اللي هي البرين ستورم مشان إحنا نلاقي نفرض المشاكل ونلاقي لها الحلول المناسبة. بعديها بصير في عندنا لقاء مع اللي هم الجروب اللي بيستخدموا السيستم نفسه، ونشوف شو المشاكل اللي بيواجهوها، فيما إذا لو نحن بننظر لمرحلة نسوي تحسين للسيستم اللي موجود عندنا. This is used to measure eventual impact of the installed network. طبعا هذا قلنا لكم لازم يكون في عندنا في مرحلة إذا كان عندنا السيستم موجودة، النتورك موجودة، الآن بدنا نسوي عملية اللي هي التحسين أو اللي هي الدعم. الـ perform feasibility study اللي هي الـ problem definition and associated alternative recommendation for further study. لازم يصير في عندنا اللي هو دراسة للمشاكل اللي موجودة حاليا من خلال اللي هو اللقاء مع الـ users groups، ونحط اللي هو احتمالية انه ممكن تتطور هاي المشكلة لمشاكل اخرى متعددة، وشو الحلول اللي ممكن تكون احنا بنتخذها مشان عملية الدعم وتحسين هاي الشبكة بناء على اللي هو البرين ستورم اللي احنا عقدناه مع اللي هو التيم اللي بيشتغلوا معنا از ديزاينر، زائد الجروبس اللي هي تبعت اليوزرز، وشو المشاكل اللي بيعانوا منها، وشو الفرضيات انه في عملية تحسين محافظة على جودة اداء اللي هو الشبكة. الكاستمرز اللي هو الجود نتورك ديزاين ماست ريكوجنايز ذا كاستمرز ريكويرمنتس، need to make sure your design meet their needs and not just yours. عادة اللي بيكون عندنا مسؤول عن تصميم الشبكة أو مصمم الشبكة بيكون في أصلا بمخيلته حاط خطة معينة، حاط تصميم معين ممكن إنه يشوفوا إنه هو هذا اللي ممكن يلبي احتياجات الناس اللي بتستخدمه. لكن إذا كان أنت بدك تصمم شبكة صحيحة، شبكة بتلبي احتياجات الناس اللي بدهم يستخدموها، لازم انت تسوي من المرحلة الأولى بنركز عليها جدا انه تسوي عملية لقاء ومقابلات مع الناس اللي بدهم يستخدموا الشبكة أو ممثلين للناس اللي بدهم يستخدموا هاي الشبكة مشان تدرس اللي هو الـ requirements تبعتهم. وبناء عليه بتكون عندنا الآن احنا بنقدر نحط تصميم وبنخطط للشبكة بناء على هاي النيدز أو هاي الريكويرمنت. و بالعادة بكون في عندنا النيدز والريكويرمنت بتكون مختلفة تماما عن النيدز والريكويرمنت اللي كانت أصلا موجودة بالمخيلة أو الصورة اللي بتكونها اللي هو الفريق تبع التصميم. ليش؟ لأنه الفريق تبع التصميم عادة بكون التكنيكال فيو تبعهم مختلف تماما عن اليوزر، فلذلك بحطوا بالتصميمات اشياء ممكن تكون ولا لها علاقه بالنيدز والريكويرمنتس تبع اللي هو اليوزرز كاستمرز. لذلك افضل شيء انه بالبدايه انه احنا نسوي عمليه اللي هي دراسه اللي هي النيدز او الريكويرمنت. الان الكاستمرز may be your own firm who you are designing the network for، يعني ممكن يكون كاستمرز بهذا النوع انه انت الطرف اللي انت بتصمم له الشبكه. need an overview of a customer's requirements ضروري جدا. the best design network will fail miserably without the support of people. اذا حتى لو كان عندنا احنا التصميم تبعنا من ناحيه التكنيكال فيو قلت لكم واللي بتكون مستواها عالي جدا، اذا تم تصميم والتخطيط للشبكه فقط من قبل الفريق الناس المتخصصين بعمليات التصميم وعمليات التخطيط، لانه بكون الفيو تبعهم مختلف تماما عن الفيو تبعت اللي هو الكاستمرز او اليوزرز.
اليوزرز نيد نقول اللي هو what do the users want، و mainly احنا نعتمد على السيرفيسز اللي هم بدهم اياها. What do the users need اللي هو what do not they know about the need and organize the priorities requirements. الآن عادة بتكون الأفكار اللي بيقدموها اليوزرز بتكون غير مرتبة من حيث أولويات العمل. لذلك الديزاينرز الناجحين بعد ما يسووا عملية اللي هي مقابلات لليوزرز بيجمعوا هاي النيدز أو هاي الريكويرمنتس، بعد ما يجمعوها يسووا لها عملية اللي هي إعادة ترتيب، لكن إعادة ترتيب بدون ما يغيروا هاي اللي هي النيدز. هم بعطوا أولويات في التنفيذ حسب التكنيكال فيو، لكن ما بيسيطر التكنيكال فيو على النيدز تبعت اللي هو الكاستمرز أو اليوزرز، إن بظلهم نفسهم هن، لكن بنسوي لهم عملية إعادة ترتيب من حيث اللي هو أفضلية إجراء اللي هو الديزاين والتخطيط اللي هو التصميم والتخطيط، وأيضا عملية اللي هو التنفيذ. في عندنا اليوزر ريكويرمنتس، بناء إذا إحنا بنحط اللي هو الأولويات تبعتنا في عملية التخطيط والتصميم والتنفيذ، راح يكون في عندنا اللي هو أيضا البيرفورمانس ريكويرمنتس مشان إحنا يكون في عندنا أداء الشبكة تبعتنا عالي. لازم يكون إحنا دراسة للديلي، الديلي إحنا ندرسها من حيث التايم لاينز والإنتر أكتيفيتي، ومن حيث الريلايبيليتي اللي هي إيكواليتي سيكوريتي والريلايبيليتي إتسلف، اللي هي ما يكونش في عندنا فقدان بالداتا، والكاباسيتي اللي هي affordability، واليوزرز نمبرز، يوزرز لوكيشن، واليوزر ادرس. هذول بنسميهم الكاباسيتي، وعادة إذا بتلاحظوا الكاباسيتي بركز عليها اللي هي بتسولف لنا عن اللي هو النتورك جروث ان جنرال. والنتورك جروث معناته احنا بنسولف عن اللي هو النمبر اوف يوزرز و السيرفيسز اللي بدهم اياها اليوزرز، وايضا اللي هو اللوكيشن تبعت اليوزرز، من حيث انه احنا ممكن يكون في عندنا اللي هو الريموت ابلكيشن. اخيرا set and achieve اللي هو goals اللي هي maximizing performance minimizing cost، وهي ضرورية جدا انه احنا لازم يصير في عندنا لما يكون احنا في مرحلة التخطيط ووضع اللي هو design، لازم يكون احنا حاطين قدامنا انه احنا يكون في عندنا performance تبعنا عالي جدا، مقابل الطرف الآخر إنه يكون الكوست قليلة. لا يعني إنه إذا كانت الكوست عالية جدا بالشبكة إنه البرفورمانس يكون عالي جدا. إذا كان البرفورمانس عالي جدا لازم إحنا نلبي شروط اللي شرحنا عنها قبل شوي. Optimization with trade offs اللي هي recognized trade offs and no signal based answer. يعني ما يكونش في عندنا اللي هو احنا اشي نموذجي بنمشي عليه، يعني حاطين جواب نموذجي، هذا الجواب اذا انطبق عليه الشروط اللي ماشيين عليها في الشبكه تبعتنا معناته بكون الاداء تبع الشبكه عالي جدا. لا، ممكن يكون في عندنا اللي هو تمحور حوالين الشرط اللي موجود عندنا، ممكن يلبيه 70% 80% بكون عندنا البيرفورمانس عالي. الهيراركيز اللي هي بروفايد ستراكشر اللي بتويكس، وريدنانسي اللي هي بروفايد افيليبيتي اند اللي هي الريدنسي. طبعا الريدندنسي اللي هي عمليه انه يكون في عندنا تذبذب في المستوى المقدم،
وطبعا عملية التذبذب في المستوى المقدم من قبل الشبكة نفسها من خلال اللي هو استخدام التطبيقات أو السيرفيسز اللي بتقدمها الشبكة. طبعا هذا بيكون حسب النيد لليوزرز والكاستمرز، انه المستويات بتكون مختلفة وليس مستوى ثابت موحد. لغاية هون احنا بنكون انهينا وحدة الديزاين اند بلاننج، وبالمحاضرة الجاية ان شاء الله راح يكون في عندنا كويز صغير. مين عنده اي سؤال لغاية هون؟ اي سؤال او استفسار عن اللي قدمناه اليوم؟ دكتور الكويز بالشابتر الرابع. احنا شو اخذنا كويز باي شابتر؟ الاول والثاني. اول والثاني؟ او الاول اتوقع. مين بيعرف الكويز الاولاني وين اخذناه؟ دكتور مش متذكر اخذنا كويزات، احنا اخذنا واجبين اسامي يعني ما اخذناش كويزات صح؟ أخذنا كويز ولا ما أخذنا؟ طيب مين اللي راح يكون لي كويز بالوحدة هاي اللي أخذناها؟ مين عنده أي سؤال أو استفسار عن اللي أخذناه اليوم أو عن الوحدة هاي بشكل عام؟